وصل يا باشا. ازيك يا زاهر؟ مش ممكن ناجي باشا. والله العظيم ليك وحشة، الشركة نورت، الشركة كلها نورت. رد على الباشا كويس، الباشا بيقول لك ازيك تقول له الله يسلم سعادتك، الباشا ما بيحبش اللوكلو، الجواب على قد السؤال، ماشي؟ ماشي ماشي؟ ماشي. الواد ده هيتعبنا. أتعامل يا باشا؟ تتعامل إيه؟ أنت بتتلكك؟ ازيك يا زاهر؟ الحمد لله يا سعادة الباشا، الحمد لله، أنا والله قضيت الخدمة العسكرية وخدت شهادة الإعفاء، خلاص يا فندم خدتها زي ما سعادتك عارف، وبعدين يا فندم انا اتبعت لي ثلاث مرات استدعاء، ثلاث مرات رحت، الثلاث مرات ما تخلفتش ولا مره، حتى في مره انا رحت لوحدي بقى المره الرابعه، قلت يمكن يكونوا محتاجيني يعني ولا حاجه، وبعدين ادي شهاده الضرايب حضرتك والشهاده معايا اهيت وبطاقه الرقم القومي كل حاجه. بياناته كلها مظبوطه يا باشا. اه ده زاهر. انت بتاخد كام يا زاهر؟ 2000 جنيه يا باشا، وادي حضرتك معايا مفردات المرتب بيهم. وال 2000 جنيه دول بتاخدهم صافي؟ لا طبعا يا باشا، يعني حق الدوله انا حاكله عليها، انا بدفع 40% ضريبه. لا هما مش عاملين الضرايب 20% على ما اعرف يعني. اهو ده تضارب في الاقوال يا باشا، هتبدا ملاوعه؟ هتبدا ملاوعه؟ هيتعبنا. يا باشا انا بدفع 40% عشان ابقى في السيف سايد، وبعدين يعني هو اللي عند الحكومه هيروح؟ دي حصانه. يعني انت بتحوش عند الحكومه، كويس قوي. ايوه يا باشا، انا كمان بدفع تامينات وبدفع معونه شتاء وهدفع كمان الضريبه العقاريه اللي هيعملوها على الشقه دي. ابويا كان جايب لنا شقه في الستينات ب6.5 جنيه، هم قدروها ب3 مليون. كويس كويس قوي. يعني انت مرتبك بيصفصف على كام دلوقتي؟ 460 جنيه يا باشا. 460 جنيه لمهندس عبقري بتاع كمبيوتر زيك؟ ده انت ما شاء الله بتخش على النت بتجيب رقم الكريدت كارد بتاع اي راجل غني تشتري اللي انت عايزه وتنك خارج، ولا من شاف ولا من دري، مش كده يا زاهر؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك والنبي يا باشا، انا بطلت الحكايه دي خالص من زمان لما سمعت انها حرام. طب اسمع يا زاهر، انا عاوزك. انا تحت امرك يا باشا. انا عاوزك في الشغل، انا جاي لك عشان تشتغل معانا. يا باشا انا ده شرف ليا، بس الحقيقه انا هنا لسه بعقد وما اتثبتش، فحضرتك بس لو تصبر عليا شويه. ده بقى اللوك لوك اللي انا ما احبوش. هو حضرتك هتفتح شركة كمبيوتر يا فندم؟ أنا هفتح بس مش شركة كمبيوتر. أمال شركة إيه؟ مالكش دعوة، أنت ما تسألش. يا ولاد، مش أنتوا بتشتغلوا معايا؟ أيوة يا باشا. عمركم سألتوا على الشغل؟ ولا نقدر نسأل سيادتك، دي أسرار عسكرية. يا باشا لو حضرتك قلت لي ارمي نفسك في البحر يا إبراهيم، هرمي نفسي على طول. يا أخويا ما أنت ما هتصدق، ما أنت غاوي سمك بياض وقراميط. باشا، أرد عليه؟ اخرس خالص. حاضر. يلا تعال معانا يا زاهر، احنا الظاهر مش هنعرف نتكلم هنا، هنروح ناكل لقمه في حته نعرف نتكلم فيها براحتنا. ها ربنا يعز مقدارك يا باشا، يجعله عامر. انت واقف بتنح كده ليه؟ يلا هاتوا. يا سيدي عليها النعمة يا باشا، ان نفسي اتفتحت للشغل معاك. طول عمري بعوم جنب الجمبري ومش طايله بايدي. طول عمرك معفن ودني، انا لو الباشا هيشغلني معاك فول وطعمية برضه هشتغل. يا حبيبي حنين قوي. يا متر فندم، عندكم لحمة ولا انتم مقطعينها؟ موجودة يا فندم. طب اعمل الافندي ده 2 كيلو لحمة مشويين. ها اصل هو ما بيحبش الازازة، بيحب الهوبر. حاضر يا فندم. يا زياد ما بتاكلش ليه؟ لا يا فندم انا مش همد ايدي على الاكل قبل حضرتك يعني. لا انا مش هاكل، انا جايبكم عشان اتكلم معاكم وانتوا بتاكلوا، بس عايزكم تفتحوا مخكم معايا وتركزوا كويس في الكلام اللي انا هقوله. لا طالما الموضوع محتاج تركيز بعد اذنك بقى يا باشا. يا متر والنبي واحد استاكوزا جامبو الله يخليه. ايوه الكبيره دي. ماشي، ربنا ما يحرمنا منك يا باشا. دلوقتي الموضوع اللي انا عايزك ايه يا ديت؟ اتجننت؟ بقول لك ركز معايا. ما انا مركز يا باشا، ده جروب كان عندي في شرم من فتره يعني. دول اسرائيليين. ايه يا باشا؟ انت هتفضحنا ولا ايه؟ متخلي الطبق مسطور. ده سواح جلد قوي، ده انا مره خدتهم وغطست بيهم تحت الميه، وقعدت افرجهم على الشعب المرجانيه مرجانه مرجانه لما اتقطع نفسي، في الاخر قعدوا يلموا من بعض وادوني $5.
عالم جلدة. جلدة ايه وزفت ايه؟ انت بني ادم، انت ما عندكش دم. واخد الاسرائيليين تفسحهم تحت المايه يا خاين يا عديم الوطنيه يا عميل. الله الله الله. او اللي زي ده يا باشا لازم يتشنق في ميدان عام. اكل العيش، اعمل ايه يعني؟ الله. وليه ما تعتبرش اللي انا عملته ده عمل وطني اللي مشرف مصر انت؟ لما طلع من جيبهم 5 دولار ابقى انا الكسبان. ولا انت ايه رايك يا باشا؟ انت ايه رايك يا زاهر؟ لا والله انا ناجي بحب. معلش ممكن ارد على التليفون؟ ايوه كريم. ايه؟ مالك مالك؟ اسم ايه؟ ليه؟ طب طب اهدى اهدى اهدى. انا هاجي انا هاجي. معلش انا اجيب ايه؟ اخويا اتمسك في الاسم ولازم اروح له. انا جاي معاك. طبعا انتوا قاعدين. احنا مستنيينك يا باشا. الاسم ورانا مش بعيد. اي خدمه يا باشا. انت بس سيادتك تدينا رنه هتلاقينا قدام سعادتك على طول. انا جاي معاك يا باشا. خليك انت عسام. انا هروح معاه وهنيجي على طول. ما حدش يتنقل من هنا. حنين قوي. ادفع. ناجي عطا الله عميل سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجيه. اهلا ناجي باشا، اتفضل. خير؟ هما الاولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ عاملين مظاهرات قدام الجامعه بيطالبوا بصوت اسرائيل وحرقوا العلم الاسرائيلي. انا بسال حضرتك، مسكتوهم ليه وقبضتوا عليهم ليه؟ ما انا قلت لسيادتك. الله، ما المساله دي بتحصل كل يوم. المساله بقت عاديه جدا. شعبان عبد الرحيم بقى له 10 سنين بيقول الكلام ده، محدش قرب له. ودول شباب متحمس، دول اطفال. لا احنا مش اطفال وعارفين كويس احنا بنعمل ايه. افرس يالا. بس بس يا عم كريم. واخوك ده يا زاهر؟ بس يا كريم احنا ناقصينك. انا قصدي اقول يا فندم ان دول شباب متحمس، واللي حصل ده ان دل على شيء فإنما يدل على مناخ الحرية والديمقراطية اللي بتعيشها الأمة في أزهى عصورها، وعلى احتواء الشرطة للمتظاهرين بطريقة حانية وديعة زي الأمة بالظبط ما بتاخد ولادها تحت جناحها. الله. بقول لك إيه؟ أنا كلمتي على رقبتي. الكلمة اللي أنا أقولها بنفذها أحسن من أي نادي موجود. هو بقى لو ما وافقش انا ليا تصرف تاني. ايه؟ هضطر اجيب ميسي. ميسي؟ ميسي استاذ رئيس قسم؟ استاذ؟ شكرا. ايه بقى؟ انت بقى؟ على مشوار. مساء الخير يا عبد اللطيف. بيه شفت الدنيا صغيره ازاي؟ مين ده؟ ده كابتن حسام المصري. بتاع ايه؟ بتاع الوصب الطويل. اللي انت عملت العمليه لابوه يا رجل البر والتقوى. بعت لي شويه صيع عشان يستفردوا بيه ويضربوني. طب انا بقى هعلمك ايه هو الوصب الطويل. يا نهار اسود، يا نهار اسود، العودة. يلا يلا يا اخويا يلا يلا. اسمعني انا بقى، اللي خرجوني انا لا يمكن اخرج واسيب زمايلي جوه. احنا دخلنا مع بعض ولازم نخرج مع بعض. ايه يا ابني؟ انا بقى لي ساعه جوه القسم بقول مرافعه عشان اطلعها. يلا ما تهمل. معلش انا جيبي حقك عليا.